اسمي عمرو هاشم، انا بلعب مزيكا، بعمل موسيقى تصويريه. انا من اسكندريه، اتولدت هناك وعشت هناك اغلب حياتي، وحاليا قاعد في القاهره. انا ما درستش مزيكا بمعنى كلمه دراسه، ان انا اروح مكان واتعلم فيه وكده، ما حصلش. بس اللي كان بيحصل بشكل ما ان انا اقعد على الانترنت اقرا شويه، اقرا كتب في نظريات الموسيقى القديمه، يعني قريت تقريبا كل حاجه عن الموسيقى. بلعب مزيكا من وانا في اعدادي تقريبا. في الموسيقى العاديه الناس بتستخدم الالات المعتاده، الالات اللي هي الجيتار، البيانو، الكمانجا، الحاجات دي. في المجال بتاعي انا شغلي من اول ما بدات فيه، اللي هي الموسيقى التصويريه بشكل ما، بتفرض على الواحد ان هو يستخدم الات مش معتاده، يعني الاطباق، حلل، الخاتم بتاعي، السلسله ذات نفسها، معلقه، غطا حله، الكمانجة ذات نفسها كنت بلعب عليها، وفي نفس الوقت الخشب بتاعها كنت بخبط عليه. فعليا اي حاجة، فعليا انا ببقى وانا قاعد بعمل مزيكا انا ببقى ماسك المايك وبمشي في البيت اوقات. كل اللي انا بعمله ان انا بخبط على اي حاجة، مثلا لو مستيكة في الارض او اي حاجة ممكن امسكها تشك 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 ابدا اعمل بيها صوت. الموسيقى التصويريه ليها جمهور كبير على فكره، بس في مصر مفيش ناس كتير بتسمعها. الحفلات بتاعتي بقى في ناس بتظهر فيها دلوقتي بشكل ما، مش شايف اخر للمزيكا بتاعتي بشكل ما. يعني اللي انا بحاول اعمله ان انا اسمع الناس موسيقى جديده، اعرفهم تاريخ الموسيقى بشكل ما.